النهارده طبعا مفيش حاجه النهارده يعني مفيش حد بيفرض حد على الدوله او على الرئيس. مفيش حاجه انتهى عصر مراكز او قوى اذا جاز تعبير يعني. نعم. او ان في زي ما سياده الوزير قال ان في حد هيقعد كذا ويعمل لا موضوع خالص ومعايير موضوعيه الحقيقه ومجرده. وفعلا يعني فكره ان التقييم الموضوعي لما تم كان واضح جدا. في ناس تم الابقاء عليها تستحق الابقاء عليها، وفي ناس على فكره ثمانية وزراء بس اداء عظيم على فكره. في ناس مش تأدوا اداء عظيم يعني برضه. خلينا نتكلم يعني مفيش اي مشكله بصراحه يعني، لكن هو يمكن الشارع انت تجاوبت كمان مع الشارع كان غضبان يعني من عديد من الملفات. انت عملت اولا لاول مره بيرجع، مش لاول مره، هو عوده حكايه ان يبقى فيه نائبان لرئيس الوزراء. نعم. ده شيء محمود، لان بعد غياب فتره طويله من اختفاء منصب نائب الرئيس نائب رئيس الوزراء. وكنت اتمنى يبقى فيه نائب ثالث للامانه. كنت اتمنى للمجموعه الاقتصاديه. اللي حصل في تغيير برضو، التغيير المجموعه الاقتصاديه كان تغيير جذري وشامل. يعني تقريبا ما عدا الدكتوره رانيا الوحيده، وهي الحقيقه حد كفء وخبره دوليه ومحليه متميزه جدا. رانيا المشاط لمن لا يعرف تاريخها يعني. حد متميز قوي وكفء ودؤوب وطول الوقت قاعد بيشتغل، وتم اضافه اليها حقيبه التخطيط. باستثناء ذلك تقريبا، مش تقريبا، كل المجموعه الاقتصاديه تم تغييرها. نعم. في لان ده كان مطلب يعني شعبي وحقيقي، مش مساله مطلب شعبي، لان احيانا ممكن تبقى في موجه لكن مش لا تعبر عن الحقيقه يعني. نعم. لكن الموجه دي كانت من المطار. اكتر حاجه كانت ايه عامله ربكه في الشارع؟ الاقتصاد. الوضع الاقتصادي. وبالتالي الوضع الاقتصادي يعني لما تيجي تتكلم على اي وزير لاي حقيبه لم يكن الشارع مهموما بها. الشارع كان مهموم في الاساس بالمجموعه الاقتصاديه. وتغيير الشامل في هذه المجموعه، يعني حضرتك بتقول انه هذا التغيير تجاوب مع طلب الشارع، الشعب المصري او الشارع. الشارع المصري والمطلب الشعبي في هذه المرحله. وده مطلب حقيقي وله مسبباته الحقيقيه للامانه. عشان يمكن الدكتور هشام اللي قاله من شويه انه عامل ارتياح. بالظبط، عشان كده وفي الاخر احنا بنقول زي ما الملفات الشائكه والصعبه واللي عملت ازمات. أيوة. غيرتها زي ما قلت لحضرتك يا استاذ احمد. والريس كان في خطاب 30 يونيو مستجيب لنبض الشارع. ولما قال تعبير استوقفني طويلا. نعم. على فكره. نعم. المكافحون الشرفاء. نعم. الناس اللي تعبت وقفت سند للدوله خلال 10 سنين بتدي وبتبذل وبتتحمل الاسعار والاجور والازمات الموجوده والضغوط، وقفوا وسندوا الدوله في موقف مصري محترم ونبيل من الشعب المصري. بصراحه كان لازم يبقى في تجاوب مع، بس زي ما حضرتك قلت من شويه، الناس منتظره تجنس. بالظبط. ما هو ده يعني تحمل. أيوه. شفت يعني لازم تقول له بالظبط كده اهو انا معاك. بالظبط. وهو لما بنرفع هذا الشعار في هذه المرحله يا استاذ احمد، مش شعار نظري ولا شعار من الخيال، لا ده شعار مبني على حقائق، لان ما حدث هو مرحله بناء. انا الاوان ان نجني ثمار مرحله البناء التي تمت خلال المرحله الماضيه. دكتور